انا عامله حاجه كده سوفينير ليك وللبرنامج. ده مفاجاه. دي انا عاملاها فيديو طبعا. انا ايه لا ما احنا ما فيش حد هيعرف. فاتفضل يا عمر. ايه المفاجآت الحلوه دي؟ نسبه رمضان، كل سنه وحضرتك طيب. طيبه يا ست الكل. ايه الجمال ده؟ ودي ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ مكتوب عليها اكله امي، لان انا متاثره جدا متاثره جدا باسم البرنامج اكله امي. ربنا يرحمها يا رب. الله يخليك. يرحمها ويتانا جميعا. ودي بقى بمناسبه رمضان، وطبعا لحبي الشديد للبرنامج والاسم البرنامج. اشكرك على الهديه الجميله دي. ميرسي لحضرتك. انتوا متفقناش على كده يا شباب، يعني انتوا بتفاجئوني على الهوا والله العظيم. ايه يا رحاب؟ والله يا رب بس تكون عجبتك. بس يا انا ما اعرف، بس عشان بس السنه المشاهدين. لا احنا كنا فعلا مخبيين. لا اشكرك. بس يا رب تكون عجبتك. على فكره زي ما اكلت امي كده لها برضو جواكي حاجه، هي جوايا حاجه كبيره جدا. عشان كده حبيت ان انا احطها لك على البرزنتيشن. ويرحم كل امهاتنا واللي ربنا يديهم الصحه عايشين. يا رب نستمتع بيهم. وخليكم تحت ايدين ورجلين امهاتكم. يا نصيحة. رب اللهم امين. بجد والله لا مش تعود ولا النفس هيتعود اللي وجود الام صح. في حياته يعني. صح. اشكرك يا ست الكل. شكرا جزيلا. خليها معانا هنا، انا هخليها هنا موجوده معانا كده عشان تبان نشوف كل حاجه. اوكي. ايوه بعد اذنك كده. اتفضل. يا ريت انا هخليها كده بعد اذنك يا مخرجنا. حابب اخليها كده.